السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه بابل، الموقع ده بيصمم لك الموقع بتاعك في ثواني. ضاف خاصية بقى ان انت تشتغل بالذكاء الاصطناعي، فوفر عليك وقت كتير جدا. مجرد بس ان انت تحدد له المنتج ده انت بتبيع ايه، او الموقع ده هيبقى بيخدم ايه، فيعمل لك كل حاجة زي ما انت عايز. تمام، مجرد بس ان احنا نقول له احنا مثلا عايزين الصفحة دي تكون مثلا بتتكلم عن أنشطة رياضية مثلا، أو بتتكلم عن حاجة هندسية، فيبدأ يعمل لك الموقع. طبعا ده لا يلغي ان انت لو عايز حاجة متخصصة لازم تروح لمبرمج. تمام، فتقول له ديزاين بيج ويز اي اي، وتبدأ بقى تختار ايه الموضوع اللي انت عايزه، فهو يبدأ يعمل لك التصاميم اللي انت عايزها. وليكن مثلا نتكلم عن موقع عن مصر مثلا، هو يبدأ يجيب صور عن مصر وموضوعات عن مصر والحاجات دي كلها. بيقول لك انت عايز تعمل لاندنج بيج، الصفحة الأولانية مثلا، ولا داشبورد، ولا سوشيال فيد، ولا ولا ولا. طبعا فيو مور بيبدأ يجيب لك حاجات كتير جدا، فأنا أقول له لاندنج بيج. بيقول لي انت عايز تتكلم عن ايه، هقول له عايز اتكلم عن ايجيبت أو عن مصر، فهو بيبدأ بقى يجهز لي الأوتلاين. في ثواني عمل لي الموقع بالشكل دوت، اكتشف الاساطير المصرية وحط لي صور من الحضارة المصرية، وعمل لي شوية صفحات برضه هوت. تمام، انا كل ده ما كتبتش غير بس ايجيبت، فهو بقى بدأ يكتب ده كله. تمام، ممكن بقى تخش تعدل في جزء معين، تلاقي التكست ممكن تكتب تعدل فيه اللي اوت وهكذا. فيبقى احنا بمجرد ان احنا بس دوسنا ايجيبت كل حاجة اتعملت، وبدأ يكتب لي صفحات كتيرة والحاجات دي كلها. كل عيب بقى ان انت ممكن تدخل وتعدل للحاجة اللي مناسبة ليك، الستايل عايز تعدله، الليبل وهكذا.